عمر تاني 50 سنة وزيادة واحنا قاعدين هنا في المنطقة. انا جدي كان مولود هنا وابو جدي وجدي جدي. تعب بتاعت بالاشواد مش هتقدر تخشها، هتتكسر تخشها. دلوقتي تخش وانت قلبك مطمن. ما دام بنطور في مدينة القاهرة ككل، فالمدينة القديمة لازم هي كمان تتطور تليق بتاريخها. مدينة اختلط القديم منها بالحديث، تتزاحم فيها آثار الغابرين أينما حللت بتناغم مثير. إلا أنه وعند الغوص في أعماق القاهرة التاريخية تقابلك مبانيها المنهكة، أحياء شهدت زمنا من الإهمال منتظرة من يعيد بريقها. ومن هنا تبدأ الحكاية. في مناطق موجودة مهدمة ما ينفعش تبقى موجودة في مصر، مبالغ القاهرة التاريخية اللي هي أهم جزء في القاهرة. والقاهرة التاريخية موقع تراث عالمي، من أكبر المدن التاريخية اللي متسجلة كموقع تراث عالمي، وبقالها كذا سنة محتاجة ان هي يبقى فيه ليها مشروع للتطوير المتكامل. ودي منطقة مهمة جدا لانها اصل القاهرة واصل تاريخ مصر موجود فيها، فهي والمباني الاثرية المملوكية والعثمانية والفاطمية موجودة في المنطقة. للقاهرة قلب ينبض حياة وحكاية، حكاية تاريخ مهد لوجهها الحاضر، وللتاريخ غبار راكمه الزمن، غبار بدأت تنفضه القاهرة لتنير وجه قادمها عبر خطط تطويرية تسابق الزمن. تنتظر الحاجة فاطمة مشروع التطوير الذي اقترب من منطقتها بفارغ الصبر، تؤمن بأن هذا المشروع سيكون نقطة تحول كبرى لها ولأحفادها على خارطة القاهرة الحديثة بعد انتظار عقود من السنين حتى شاب شعرها وهرمت معها. أنا من زمان عمري تاني متجوزة هنا زيادة عن 50 سنة، حياتي كلها هنا وأكل عيشي هنا وولادي هنا. بنشتغل في التروكة الخيامية، عبارة بقى عن الترك بيتعمل في فرح، في عيد ميلاد، ميت، كده. ناس غلابة كلها في الحتة عايزة تعيش وبناكل عيش، وربنا يخليهم يا رب ويطورونا ويوضبونا الحطابة، لأن أكل عيشنا هنا في الحطابة. رحلة التطوير انطلقت برؤية مستقبلية واعدة. هنا روضة السيدة، والتي كانت تعرف بعشوائيات تل العقارب، يخبرك ناسها كيف تحولت من بؤرة فقر إلى منطقة يتباهون بها مع تصميم الحكومة المصرية على ارتقاء حياة أبناء القاهرة، من بؤس كان يلف أماكنهم لحياة كريمة تليق بمدينة الشمس وأبنائها. احنا كنا الأول قاعدين في عشوائيات والحمام كانت مشتركة، كان النظام يعني دلوقتي النظام دوت أحسن من الأول بكتير قوي. الأول عشوائيات وحواري وحاجة وحشة خالص. احنا عندنا 3 سنين بره في اكتوبر
بعد كده يعني خدونا من اكتوبر جابونا منطقتنا تاني، يعني ما خلوناش في اكتوبر على طول، لا جابونا الحته بتاعتنا تاني عشان مدارس عيالنا هنا واحنا مقيمين هنا على طول. اوضه نوم كامله بلوازمها، اوضه اطفال بلوازمها، ثلاجه، غساله، بوتاجاز، شاشه عرض، بلكونتين، شقق نظيفه من جوه وغاز، ما كناش نحلم بيها. حتى لو في اي مناسبه اقدر اعمل ايه؟ فرح لبنتي، فرح لابني، يبقى حاجه تشرف ويجوا هنا بحاجه نظيفه. عملوا لنا امن هنا وحراسه ونقطه، وانت داخل فين ورايح فين وجاي منين وكلام من ده، حاجه نظيفه. لكن الاول كان خش كفايه بس لما تقعد في البلكونه ساعه المغربيه كده بالدنيا كلها. لكن انا كنت هتقعد بقى فين؟ في الشباك اللي هو 20 في 20 ولا الحاره 50 في 50، دلوقتي تقعد كده وانت ايه شايف العالم كله. مع زحمة المشاريع التطويرية التي تلف كل زاوية من زوايا القاهرة، كان لقلب المدينة القديمة خططها الخاصة مع تحديات ما بين الحفاظ على النسيج العمراني والبشري والحرفي، وبين التحديث الواجب مراعاته بما لا يمس روح القاهرة وسحرها. لما اليونسكو أخذت القاهرة التاريخية تحطها في الليست عندها، ما خدتهاش كأثر أثر أثر، أخدتها ككتلة كلها كمدينة تاريخية. التراث العالمي عنده معايير كتيرة جداً، القاهرة داخلة فيها بالمعايير اللي هم تلات معايير من المعايير كلها تانية، إن فيها أثار إحنا عارفينها، إن فيها لسه ناس ساكنين، وان فيها لسه حرف شغاله زي ما كانت شغاله وقت ما الاثر ده كان بيتبني بالتغيرات اللي حصلت عليها، بس لسه هي نبضه بالحياه. احنا يهمنا ان اليونسكو يبقى طرف فيه، لان هم عندهم خبره طويله جدا في العالم، فاحنا يهمنا ان اليونسكو يشارك في المشروع نفسه. وده اللي احنا بنعمله دلوقتي، ان احنا نحط خطة حفظية لكل نوع من الانواع اللي موجودة عندنا، اللي هي الخرابة، المبنى اللي اتهد نصه، اللي اتهد خالص، اللي اتهد وعندي صورته، اللي اتهد ما عنديش صورته، المبنى الخرسانة الجديد اللي دخل في المدينة. لو كل الموضوع ده مكسبه ان ما فيش حد يبني بالخرسانة طبعا تدوار، ده يبقى مكسب اساسا كبير للموضوع. بابا حبيبي، ازيك يا حاجه؟ دي منطقتي والفخر ليا، فيها اماكن تاريخيه بتثبت ان احنا الاساس. كل مكان في المنطقه هنا، او كل حاره، او كل شبر ليا فيه ذكريات، وكنت بلعب هنا، او كل الجيل بتاعي كنا بنلعب في الحواري دايما هنا. محمد شاب اجتماعي يهوى الاختلاط والتعلم من نسيج مجتمعه، متجذر في محيطه، واثق من إمكانيات مدينته الجميلة كما يصفها. ينتظر محمد مستقبلاً أفضل له وللأجيال المقبلة. اشتغلت صدف لفترة طويلة جداً، كنت صناعي في أكثر من ورشة، حوالي 10 ورش صدف تقريباً قبل ما الصنعة تندثر كده أو الحرفة دي. عامله ايه؟ حلو، ربنا يديك الصحه. يديك يا رب الصحه حبيبتي، الله يخليك. 2017 الناس اتخضوا بجد بقى، وكان الموضوع مرعب جدا، لان بالفعل في مناطق حوالينا بتتشال، في حاجه اسمها صندوق تطوير العشوائيات، وفي حاجه اسمها الاسمرات مبنيه فعلا، وناس عزلوا وناس اتهدمت بيوتهم، حتى عربي صار المنطقه اللي جنبنا واللي عمرها من عمر الحطابه ونفس البيوت الجميله دي برده موجوده في عربي صار، فتخضينا بقى. ان احنا دلوقتي عندنا تراث عالمي وعايزين نحفظ عليها ونطورها،
وبحط 50,000 خط تحت التطوير. التطوير مش معنته انسف وابن جديد، التطوير معنته صلح الموجود، الحجر والبشر. الناس تعودوا هنا على المنطقة وعلى بعض كمان، يعني احنا هنا بقالنا مئات السنين مع بعض، عائلات كبيرة كلها، عائلات ليها تاريخ اصلا وقدام، وبقينا عيلة واحدة يعتبر بالظبط. ده اللي مخلي ناس كتير مش عايزة تمشي، مش بس فكرة ان هو في وسط البلد والدنيا قريبة منه، مش هيروح مكان بعيد في الصحراء او كذا، لا ده كمان الناس نفسها فارقة مع بعض. عشان انا اكون لسه حقيقية ان التراث العالمي ده اللي هي اللي اتحط عليه نمرة وبقت القاهرة التاريخية تقدر تكمل بنفس معاييرها. لو انا موت روحها معيار واحد وقع مني، لو غيرت كل الحرف لحرفة واحدة موتها. ها هي المدينة نبضة بناسها بحرفها وبأثرها. وعايزين تنمية للمنطقة عموما والحرف اليدوية اللي فيها، ومحتاجين خدمات، محتاجين أسواق ومعارض نعرض فيها الشغل اللي احنا بنعمله على أيدينا. المشروع كله بيعتمد على فكرة التطوير في نسق تاريخي، يعني ان انا برمم الاثار اللي موجوده، بحافظ على المباني التاريخيه اللي موجوده، لو ببني جديد ببني بطراز متناسب مع الطراز التاريخي، وبحافظ على طراز غير الملموس اللي موجود اللي هي الحرف التاريخيه اللي موجوده زي مثلا الصدف والخامه. المنطقه محتاجه تطوير، يعني احنا ضد الازاله طبعا، لكن مش موافقين ابدا ان احنا نكون قاعدين في بيوت شبه خطر انها مثلا قديمه جدا وما بتترممش بقالها سنين. لا احنا عايزين ترميم وعايزين تطوير. دي بيحتاج للدراسه، يعني انا النهارده لو عايز اشتغل ما اقدرش اروح اشتغل كده على طول، لازم اعمل دراسه. فده السبب ان هو المشروع في الوقت الحالي بيتم دراسته، لكن التنفيذ هيكون في وقت قريب إن شاء الله. رغم أن المشروع لن يتمكن من إعادة تأهيل كامل القاهرة القديمة وحواريها المتداعية، إلا أن رحلة نفض الغبار عنها انطلقت، مرحلة ترتكز على 5 مناطق أساسية في العمق التاريخي للمدينة قابل للتوسع بحسب المقترحات التي يجري العمل عليها بدراسات معمقة ودقيقة. هنا دي دراسة لمنطقة القاهرة التاريخية في الجمالية وجامع الحسين هنا، ودي حواليه المباني الموجودة حاليا والأزقة والمباني الكتل بتاعتها بالشكل ده بالظبط، بس احنا بنعمل تحسين عليها. وبعدين هنا بنعمل فندق في الحتة دي جنب شارع المشهد الحسيني في المنطقة دي. كذا منطقة تم اختيارها بحيث ان يبقى يتم تنفيذ فيها مشاريع للتطوير. في مشاريع في المرحلة الأولى زي منطقة درب اللبانة، زي جزء من الدرب الأحمر، زي جزء من المنطقة اللي هي عند سور الشمالي عند باب النصر وباب الفتوح. فأثناء اللقاء مع دكتور مصطفى مدبولي اتعرض عدد تاني من المشاريع كمشاريع محتملة برضو للمرحلة دي، ومن ضمنها مشروع تطوير منطقة الحطابة اللي احنا مسؤولين عنه. المبنى دي خرابة متنظفة ومستنية ان يطلع فيها برج ويبوظ لي المدينة القديمة،
فإحنا عملنا تصميم للمبنى ده، المجموعة عملت تصميم للمبنى ده على أساس أن أنا كان عندي صورة للدور الأرضي بتاعه من 92. الناس أول ما بتيجي القاهرة عايزة تروح تشوف الهرم وتشوف القاهرة التاريخية، فإحنا عايزينهم لما يجوا القاهرة التاريخية يحسوا بأن ديت فعلاً جزء من مصر الحديثة، ولكن ما بنغيرش التاريخ، بالعكس احنا بنأكد عليه. بس هي جزء صغير من القاهرة التاريخية ككل. ناس كتير بتقول ايه ده نقطة في البحر، وانا بقول البحر ما بيتكونش غير بنقط. ساحرة هي أزقة القاهرة، تنسيك مكانك وزمانك، تروي زواياها أكثر من حكاية. وفي زقاق الحاجة منى هناك حكاية أخرى، ترى في وجهها تاريخ جيل بأكمله من أناس وأماكن وأزمان، وترى خوفها على منزلها الذي آواها وعائلتها أكثر من 50 عاماً. كل أهلي جنبينا، كلنا جنب بعض ومولودين هنا، ومعانا حجج رسمي متسجلة في المحكمة. ما عناش عشوائيات، احنا مش عشوائيات. نروح احنا اخد بلاد المسلمين، نروح ما احناش ما نقعد هناك بقى ما نلاقيش ناكل. والله بقى بحضرتكم انتوا بقى اللي هتحددوا ان ترمموا وما تخلوش قدام الحتة يطلعوا من الحتة. اللي عايز يطلع دوت، اللي قاعد في اوضه، اللي قاعد عادي بقى كانت نفسه انه ياخد شقه، ايه ملكه؟ انما احنا قاعدين في ملكنا، ازاي بقى ان انا ادي له ملكنا ويروح يدينا شقه بالايجار؟ ينفع؟ ما ينفعش، واحنا مش هنتنقل من هنا، يهدوه علينا. اتقال لنا بالكلمه الواحده، الغرض من ده كله ان انا احسن وضع الناس اللي ساكنه، وتطويره ما ينفعش ان انا اخده ابعده من، وهجيب مين؟ هجيب مين مكانه يقعد هناك؟ الأول إحنا هنبتدى في بيوت الأهالي اللي هم رحبوا بينا وقالوا لنا والله ده إحنا البيت بتاعنا تعبان والحمام مش شغال والسلم مكسور والسقف مش عارف إيه. قلنا لهم إحنا جايين مخصوص علشان نعمل لكم الحاجات دي، وإنتوا ساكنين هنعمل لكم الحاجات دي، واللي عايز إن هو يروح حتة تانية هنخليه في المنطقة ويعيش في المنطقة ويجي يشوف البيت بتاعه بيحصل فيه. مخاوف الحاجة منى تنسحب على شريحة واسعة من قاطني القاهرة القديمة، مع أنهم يجتمعون على أهمية إعادة إحياء مدينتهم. هواجس ترحيلهم من بيئتهم تبقى الهم الأكبر لهم ولمستقبل أولادهم. النسيج البشري ده كانت من أهم النقط اللي تم التطرق ليها، لأنه بوضوح جداً رئيس الوزراء قال أنه كل الناس السكان اللي موجودة في المنطقة بتظل في المنطقة، بالعكس بيتم بناء مباني جديدة على طراز تاريخي، بحيث أن الناس اللي ساكنة في مساكن غير ملائمة تسكن في نفس المنطقة بس في مسكن أكثر ملائم. فنقطة مهمة جداً في المشروع هي أن أنا أبتدي بأن أنا أبني في الأراضي الفاضية والخربة اللي موجودة علشان أوفر السكن الملائم للسكان اللي موجودة. ده هي كلها بيوت قديمة، والبيوت القديمة دي لها كاركتر ولها طبيعة تاريخية، فإحنا يهمنا أن إحنا نرمم هذه البيوت. البيوت فقط اللي هي متداعية، اللي ما حدش ساكن فيها، اللي هي عبارة عن عشش وحاجات زي كده، طبعا دي هتشال وهيتحط مكانها بيوت لها طابع يتواءم مع القاهرة التاريخية، على الطابع الإسلامي اللي موجود في المنطقة.
كانت نقطة مهمة في اللقاء مع دكتور مصطفى مدبولي ان هو قال المنطقة دي مش هتتهدم، فالمفروض ان دلوقتي الاهالي ما عندهمش مخاوف من الناحية دي، بس ما زال في مخاوف ان المنطقة حالتها سيئة، فضروري يكون في مشروع للتطوير على الاقل للحفاظ على المباني اللي فيها والحفاظ على الارواح الاهالي اللي فيها، مباني حالتها سيئة جدا. اصحاب الحرف الذين استطاعت ايديهم ومواهبهم ان تجعل القاهرة ارضا كلها حياة، ها هم الان وصنائعهم تحتضر مع مرور الوقت، وفي داخلهم خوف من ان هذا الزمان غير زمانهم. شغلتي بتعتمد على السياحة او على الاعمال اليدوية، فكل الاعمال اليدوية موجودة هنا في الجمالية وفي الخان خليلي وفي كل الاحياء القريبة لنا، فلما حضرتك يحصل اي تطوير ويودونا في مناطق بعيدة عمر المنتجات دي كلها ما هتتجمع جنب بعضها. دي المخاوف. همان آخران يسيران على خطين متوازيين، هم الحكومة المصرية لإعادة إحياء تلك الحرف والمحافظة عليها، وهم الحرفيين الخائفين من أن مشروع التطوير سيطال محلهم وتتغير هوية وروح القاهرة. انا صاحب ورشه وشغال اعمال يدويه، هم هيساعدوني ازاي؟ يدوني بعض الفلوس؟ انا مش عاوز الفلوس، انا عاوز افضل في المكان ده، وانا لو عاوزين ان انا اطور المكان بتاعي انا اطوره، انا ابنيه على حسابي، انا ابنيه على حسابي، انما انا اسيبه وامشي، طب امشي اروح فين؟ انا اعتمادي كله على هنا، شغلي ومعيشتي واولادي وكل حاجه هنا هو، ودي اعمال يدويه مرتبطه هنا بكل المهن اليدويه كلها. هنا الرسم ده بيبين خان الحسين اللي هيبقى فيه الحرف اليدوية، وادي الصنايعية اللي بيطرق النحاس وبيشتغل في الخزف والحاجات دي كلها، وديت المباني اللي فيها البزرات، وكذلك بعض المباني اللي يعملوا فيها الحرف نفسها كلها بتتعمل في الخان الجديد ده اللي هو فيه عملية تحسين عن الوضع اللي هم فيه دلوقتي، ودراسة الحديقة القديمة هنا هنعمل فيها ايه، وهنعمل فندق جنبها. الحديقة دي اسمها حديقة المسافر خانة، وفندق صغير هنا وفندق تاني هنا على الممر الرئيسي اللي بيودي الى مسجد الحسين نفسه. بتقول لي ده عاوز يتطور، فانا بقول لك ماشي، انا ما فيش مشكله معايا، انا اطوره معاك واقف جنبك، انما تقول لي انا هده عشان ايه؟ عشان قديم؟ طب ما نطلع فيه خطوه خطوه بحيث ان احنا بدل ما يتهد يبني تاني من اول وجديد، يبقى شكل جمالي كويس، وانا برضو موجود في قلب المكان ده، وانا برضو هقف جنبك واساعدك. المحال التجاريه اذا كانوا هم موجودين في محل، فإحنا بنرمم المحل وهم موجودين مفيش مشكلة، وفي بعض الأوقات لما المحل ده يبقى هو متداعي خالص ومضطرين إن إحنا نهده، هنقول لهم يا جماعة اتنقلوا في الجزء ده لغاية لما نرمم المحل بتاعكم عشان ترجعوا مكانكم، بس كده. لكن مفيش تهجير للسكان ولا للعمال ولا لأصحاب المحلات، الكلام ده مش صحيح. أنا ما أقدرش مثلاً أقول هحافظ على تراث غير الملموس، ما أقدرش أقول أن أنا هحافظ على الحرف وأنا بنقل الحرفيين لمنطقة بعيدة. كل منطقة معروفة بحرفة محددة، إحنا عندنا في منطقة الحطابة معروفة بحرفة الصدف، التطعيم بالصدف دي الحرفة الأساسية اللي بتوفر المنتجات المتعامله بالصدف للقاهره كلها، بالعكس ده بتصدر كمان. وعندنا حرفه ثانيه يعني شويه محدده هي حرفه الخياميه، بس مش شغل الخياميه الدقيق، تقفيل الخياميه، وده اللي بيعملوه الستات. فالتطوير اللي احنا بنقترحه هو تطوير في السكتين دول، ان انا اوفر مكان وخدمات للسيدات ان هم يعملوا يعني يمارسوا الحرفة بتاعتهم، وبالعكس أدربهم بحيث ان هم يبقوا قادرين يعملوا الخيامة نفسها مش بس التقفيل. فخدمات دي زي حضانة، زي مكان للعب الأطفال بحيث لأن يقدروا ينزلوا من بيتهم يعملوا ده،
ويتم تطوير حرفة الصدف، لأن حرفة الصدف بتموت لكذا سبب، من أهمها إنها حرفة غالية، فلازم أطور التصميمات علشان أفتح لها أسواق جديدة. فده اللي إحنا بنفكر فيه بخصوص الحرف اللي في منطقة الحضارة، فكل منطقة ليها خصوصية. عاملين جزء لمدرسة الحرف اليدوية، مدرسة الحرف اليدوية، جميع الحرف اليدوية ازاي ان الانتاج بتاعها يتحسن، وازاي ان هي ترتقي، وازاي ان هي تبقى على مستوى عالي. لو بيتم تطعيم المنطقة بنشاطات سياحية وترفيهية بتعود بالنفع على سكان المنطقة، فبتخلق وظائف، بتخلق فرص عمل، بتخلق حركة في المنطقة، دي طبعا حاجة جيدة، لكن هي الفكرة إن أنا أوزنها. مشروع اجتماعي بالدرجة الأولى، يعني تحسين دخل الناس، لأن احنا لما بنعمل حرف ولما نشجع ولما نعمل مدرسة حرفية ولما نجمع النجارين ونعلمهم طريقة أحسن المنتجات بتاعتهم يعملوها بطريقة أحسن، ولما بنعمل كل هذا الارتقاء بالحرف اليدوية، المنطقة نفسها بتبقى من ناحية التجارية يعني راقية وفيها حركة، والسياح بيجوا يشتغلوا فيها، يقعدوا فيها وحاجات زي كده، وبنعمل فنادق كمان للسياح، لأن الفنادق اللي موجودة في المنطقة تعبانة جدا. ما بين التطوير والتحديث وبين الحفاظ على روح وهوية مدينة، انطلق قطار تطوير القاهرة التاريخية، رحلة لا تخلو من الصعاب والتحديات، رحلة تتكاتف بها الأيدي لغد أفضل، لقاهرة لم تستسلم يوما وبقيت حية منذ آلاف السنين، رحلة غد آت ولكن بأي صورة وأي حال. المدينة القديمة جميلة، عايزة تنظيف ترميم، ورحل الناس انه يبقى فخور ببيت بتاعه من برا ومن جوه ومن شارعه ومن اضاءته، ويعيش زي البني ادمين ما عايشين. يا رب يحصل، يعني يا رب ما فيش اي حاجة توقف التطوير والترميم والمشروع تحديدا يعني، بس